Business. نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا الأخبار من إذاعة الجمهورية التونسية وهذه عناوينها. العالم يستفيق فجر اليوم على فاجعة اغتيال إسماعيل هانية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران. حركة حماس تصف عملية اغتيال إسماعيل هانية بالعمل الجبان وتشدد على أنه لن يمر سدى. في تونس مجلس نواب الشعب يصادق على تنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وينظر اليوم في مشروع قانون عطل الأمومة والأبوة. وتحرك وطني للأساتذة النواب اليوم للمطالبة بتسوية شاملة ونهائية لهذا الملف. استمعي مشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية إنما كنتم، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم. في انتظار البيان الرسمي التوضيحي للحرس الثوري الإيراني الذي قال إنه لا يزال يحقق في الواقعة التي جدت على أراضيه، أعلنت حركة حماس فجر اليوم رسميا اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هانية مع أحد حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته مساء أمس في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان في مجلس الشورى بحضور المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنائي. وأبو عايد أعلان اغتيال هانية قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إن الاغتيال عمل جبان ولن يمر سدى. من جهته لم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق على التقارير بشأن عملية الاغتيال مخيرا عدم التصريح، بما أن مكتب نتنياهو أصدر توجيهات لوزراء حكومته بعدم التعليق على هذه العملية. هذا ولا يزال اجتماع عاجر للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني متواصلا حتى هذه اللحظة بمقر المرشد الأعلى بحضور قائد فيلق القدس لاتخاذ الخطوات الإيرانية التالية حول استراتيجية الرد عن الاختراق الصهيوني لأراضيها، رغم تصريح وزير التراث الصهيوني الذي قال إن موت هانية يجعل العالم أفضل قليلا. الخارجية الإيرانية قالت إن استشهاد هانية في طهران سيعزز العلاقة المتينة بين إيران وفلسطين العزيزة والمقاومة. هذا وبدأت حركة والإدانات الدولية حول الحادث، حيث أعلنت تركيا أن هذه العملية هي عملية غادرة وجبانة، فيما قالت الخارجية الروسية أن مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة سياسية بامتياز غير مقبولة على الإطلاق. من جهتها حذرت الخارجية الأمريكية من استهداف إسرائيل قائلة إنه لو تم استهدافها فإنها ستتدخل على الفور. نبذة عن حياة الشهيد إسماعيل هانية وأبرز محطاته النضالية في مواجهة العدو الصهيوني نصرة للقضية الفلسطينية في الورقة التالية مع منيا السياري. ولد الشهيد إسماعيل هانية في جانفي 62-900 في غزة بمخيم الشاطئ للاجئين، ودرس الابتدائية والإعدادية في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وحصل على الثانوية العامة من معهد الأزهر، ثم التحق بالجامعة الإسلامية في غزة عام 1987 وتخرج فيها مجازا في الأدب العربي. هو قيادي سياسي فلسطيني وأحد رموز حركة المقاومة حماس، ترأس حكومة السلطة الفلسطينية بعد فوز الحركة بتشريعيات 2006 وانتخب رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في ماي 2017. اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هانية للمرة الأولى عام 1987 بعيد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، ولبث في السجن 18 يوما، ثم اعتقل للمرة الثانية عام 1988 لمدة 6 أشهر. ودخل الشهيد إسماعيل هانية السجن الإسرائيلي مجددا عام 1989 بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، حيث أمضى 3 سنوات معتقلا، وبعدها نفي إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان، لكنه عاد إلى قطاع غزة بعد قضائه عاما في المنفى إثر توقيع اتفاق أوسلو، وأصبح رئيسا
الكتلة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بغزة. تعرض إسماعيل هنية لمحاولات اغتيال ومضايقات، حيث جرحت يده يوم 6 سبتمبر 2000 إثر غارة إسرائيلية استهدفت بعض قيادي حماس بينهما الشيخ أحمد ياسين، ومنع من دخول غزة بعد عودته من جولة دولية يوم 14 أكتوبر 2000. واستهدفت إسرائيل منزله في غزة بالقصف في حروبها على غزة سعيا لاغتياله. وفي 6 ماي 2017 اختار مجلس شورى حركة حماس إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي بعد انتخابات متزامنة أجريت في العاصمة القطرية الدوحة وغزة. في تونس يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بعطلتي الأمومة والأبوة. وينص مشروع القانون على إحداث عطلة ب15 يوما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة إلى 3 أشهر إلى جانب امتيازات لفائدة الأب. رئيس لجنة تنظيم الإدارة رضا الدلاعي والتفاصيل. هناك اتفاق على عطلة ما قبل الولادة 15 يوم، هذا اتفاق بين المبادرتين، 15 يوم قبل الولادة، وتمتع المرأة ب3 أشهر بعد الولادة، عند حتى 4 شهور، عند 4 شهور كما هو معمول به، يعني تنجم تعمل شهر، تنجم تعمل شهرين، 3 شهور، 4 شهور. ثانيا فما حاجة جديدة تتعلق بالرجل، كان عنده نهارين باش يخرج من ضامن وكذا، ولا عنده 7 أيام مع 3 أيام إذا كان عنده ربما فم ولد يكون عنده إعاقة ولا عنده زوز مواليد ولا غير ذلك، ترفع ل10 أيام. كلهم حتى الناس اللي تخدم بشكل خاص، المرأة حتى اللي عندها باتين ده عندها تخدم بشكل مستقل، تخدم كلها تعني المرأة بشكل عام، كل ما هو منزوي تحت الصناديق الاجتماعية. مثلا في القطاع الخاص ستكون محمولة على الصناديق الاجتماعية وما هيش على الأعراف أو القطاع الخاص. هذا وصدق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة أمس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وأتمامها برمتها والمعروف بقانون الشيك دون رصيد، بموافقة 127 نائبا واحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض نائب واحد. وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أكدت خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون اعتمد مبدأ الموازنة بين الحفاظ على حق الدائن وحرية المدين. احنا حاولنا في معالجة القانون هذه باش يكون يعتمد مبدأ الموازنة بين الحفاظ على حق الدائن وكذلك على حرية المدين، وحاولنا باش نعالجوا بعض المسائل وبعض المشاكل اللي هي كانت مطروحة واللي هي كانت فيها صعوبة كبيرة بالنسبة للمتعاملين بالشيكات، واعتمدنا منظومة جديدة فيها تسوية الوضعيات السابقة اللي هي بالحق عاملة مشكلة بالنسبة للأحكام الصادرة على عديد الناس، اللي هي سواء أحكام بالفرار ولا سواء أحكام النفاذ العاجل واللي هي قاعدة بحالة فرار، سواء بعض الناس اللي هي موجودة في السجون. كذلك حاولنا باش النص هذا يقع معالجة الممارسات المصرفية وتحسين الممارسات المصرفية حتى نتفاداو التعامل بالديشيك سون بروفيزيون. تنظم تنسيقية والأساتذة النواب اليوم تحركا وطنيا أمام وزارة المالية للدفع نحو تسوية شاملة ونهائية لملفهم عبر دفعات. المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري أكد في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية رفضه عملية التحيين الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية، داعيا إلى ضرورة اعتماد المدة النيابية واحتساب الأشهر مقياسا لا نقاطا. وزارة التربية لم تعتمد على الفترة النيابية وإنما أخذتها كنقاط، اللي عمل مثلا 8 شهور أسندت له نقطة، اللي عمل 16 شهر نقطتين، اللي عمل 24 شهر 3 نقاط، واللي عمل مثلا من 30 ولا 40 حتى 80 شهر 5 نقاط. احنا حبينا نعتمدوا الأشهر لأنه هو المقياس الحقيقي للتكوين وللمتابعة وللتفقد. من جهة أخرى وزارة التربية تقحم زوز معايير اعتقادنا ظلمي نجم يكون زميل، نوب 2008-2009 أعطاته وزارة التربية 5 نقاط وغادر ما عملش حتى نيابة، تبعته باش يكون متقدم في العمر بطبيعته فات 45 سنة، دي تعطيه وزارة التربية 5 نقاط، معناه خذي 5 نقاط نتاع أول نيابة في المنظار 2008-2013 وخذي 5 نقاط باعتبار أنه كبير في العمر، وياخذ بطبيعته النقطتين نتاع الأشهر تلقاه هو أصبح تدلي. معناه اليوم عندنا ناس كانت قاب قوسين سنة في الفرحة بعد مراكم التجربة نتاعهم من تدلي، اليوم يصبح معناه ترتيبه 450. نأملوا في إطار تحركنا أنه اللجنة التي أسندت لها هذه الصلاحية تراجع الحقيقة هذه الطريقة لأنها ظالمة ولأن الحقيقة خلقت حالة احتقان كبير.
أكدت وزارة الفلاحة أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول انقطاع تشغيل محطة تحلية المياه بجرجور من ولاية صفاقس لا يمت للواقع بصلة، وأنها تضخ مياهها بصفة مسترسلة دون انقطاع. وتنتج المحطة حاليا 25 ألف متر مكعب يوميا يتم ضخها عبر خط لنقل المياه بطول 26 كيلومترا. نهاية هذا المعدل الإخباري الصباحي المفصل قدمناه لحضراتكم مستمعين مشاهدين الكرام من إذاعة الجمهورية التونسية، لكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. العالم يستفيق فجر هذا اليوم على فاجعة اغتيال إسماعيل هانية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران. حركة حماس تصف عملية اغتيال إسماعيل هانية بالعمل الجبان وتشدد على أنه لن يمر سدى. في تونس مجلس نواب الشعب يصادق على تنقيح بعض أحكام المجالة التجارية وإتمامها وينظر اليوم في مشروع قانون عطل الأمومة والأبوة. وتحرك وطني للأساتذة النواب اليوم للمطالبة بتسوية شاملة ونهائية لملفهم. يوم سعيد يتواصل بعد قليل حتى 9 صباحا مع لحبيب أشغام. أجمل تحيات كامل الفريق العامل هذا الصباح، دمتم في رعاية الله وحفظ مستمعينا مشاهدينا الكرام.